الرابع في هذا الشوط، وكل التوفيق إن شاء الله للمشاركين في هذا اليوم. وينطلق شوطنا الأول الرئيسي، أقوى أشواط الثنايا لهجني أصحاب السمو وسعادة الشيوخ وبنوك الإنتاج وفحول المستقبل. وأرحب بالزميل المميز بسام الشمري معلقا على أحداث وتداعيات ومنافسات هذا الشوط الرئيسي. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقتي أول أشواط القعدان. رئيس الثنايا ينطلق بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين، الحاضرين من أجل التحدي، الحاضرين من أجل انتزاع ناموس هذا الشوط. والخمسة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الجميلة. نرحب بجميع المشاركين والمشاهدين والجماهير الحاضرة التي تريد أن تستمتع بهذه المؤسسات الكبيرة وخبراء التضمير. هذه الأسماء تتنافس على انتزاع أقوى أشواط القعدان، نجوم لامعة حاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. نبدأ في هذا التحدي كما نهني هجن الغرافة على فوز محمية بأول أشواط هذا الصباح، ونهني المدهوشي سالم بن عامر على فوز محمية بأول تحديات هذا الصباح. نبدأ بعد المراكز والصدارة مباشرة. يتواجد الحزم لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، يتواجد منطلق مع البداية والتحدي مباشرة في صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني الحاضر حوران لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير، ولكن من غير واحتل المركز الثاني بهذه اللحظات صباح لهجن المرقاب وعبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري. يتابع صباح الذي تسلل وانطلق إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا المتحد لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني الثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. نتابع المركز الرابع القادم هنا قاصد لهجر الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتابع يراقب هذه المنافسة. المركز الخامس يتواجد غازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني ومتحب بن مخلد بن خالد العتيبي في المتابعة والتضمير. هذه نتيجة مشاهدين الكرام للخمس المراكز الأولى بأول نداء. أتممتوا على ما سمعكم بالوفاء والتمام. نتابع هذا التحدي، نتابع هذا المسار، نتابع هذه الأسماء المميزة الحاضرة من أجل التحدي، الحاضرة من أجل أن تنتزع ناموس الشوط الرئيسي. أسماء كبيرة لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر تتقدم من أجل الظفر بناموس هذا الشوط، بينما التغيرات، بينما الغزو الذي جرى وطرى على المقدمة، غازي يغزو المقدمة مباشرة ويتسلل إلى البداية لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر ثاني ومتحب بن مخلد بن خالد العتيبي. يتابع غازي الذي تسلل وانطلق مباشرة إلى الصدارة وإلى التحدي، بينما المركز الثاني نتابع المركز الثاني يصل قاصد لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث هنا المتحد لسعادة الشيخ خليفة بن ثامر بن محمد بن ثاني الثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك عبد الملك. يتابع المتحد الذي تسلل إلى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا مشكور لهجن الشحانية متابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل الحاضر والمتواجد في هذه المنافسة المميزة، مشكور تسلل بدوره إلى المركز الثاني. المركز الرابع أتابع القادم والحاضر هنا
يتقدم وقاد لهجر المرخية بمتابعة محمد بن سليمان بن عبد الله النعيم. بو سليمان هنا حاضر يقدم لنا وقاد على المركز الرابع المركز الخامس قاصد لهجر الشحانية بمتابعة المشارف محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للخمس النجوم المسيطرة المنطلقة في موقع التحدي والمنافسة المتواجدة في مسار ورحلة هذا الشوط، رحلة الناموس، رحلة الشوط الرئيسي، حكاية ورواية هذه الأسماء اللامعة الحاضرة. ستة أسماء تتنافس في موقع واحد بقيادة غازي وبتواصل مشكور وباندفاعة المتحد وبانطلاقة وقاد وبتواجد قاصد الذي يقصد ناموس هذا الشوط. هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة في هذا التحدي المتواجدة في هذه المنافسة المميزة. ولكن غازي ما زال يغزو المقدمة، ما زال يغزو الشوط الرئيسي، ينطلق مع القيادة والريادة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني متعب بن مخلد بن خالد العتبي. يتابع هذا التحدي، يتابع هذا المسار، ينطلق مع القيادة. ولكن البرنس والمشاغب يصلون في هذه اللحظات. قاصد يا قاصد، قاصد الناموس تسلل وانطلق مباشرة إلى المركز الثاني بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، مشكور على المركز الثالث، تسلل إلى المركز الثاني بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. رابعا هجر المرغية، وخامسا هجر المرقاب. أسماء قوية، شعارات كبيرة حاضرة من أجل أن تتوج بناموس الشوط الرئيسي. ولكن غازي، غازي ما زال غازيا الصدارة، ما زال غازي المقدمة، ينطلق بشعار سعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني متعب بن مخلد بن خالد العتيبي. يتابع هذا المسار، ولكن البرنس، البرنس قادم مع مشكور بشعار هجر الشحانية، ينطلق في هذا التحدي، يسير بخطى ثابتة نحو الناموس ونحو الانتصار. اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، وقاد أشعل فتيل المنافسة بشعار هجر المرخية، ولكن هجر الشحانية في الصدارة مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل مشكور. وقاد غازي الشوط الرئيسي، اللحظات الأخيرة، معركة من أجل الناموس، ولكن مشكور مشكور مشكور. واللحظات الأخيرة ينتزع ناموس هذا الشوط مشكور بشعار هجر الشحانية، مشكور يا البرنس. الأداء المميز والجميل، نهني هجر الشحانية بفوز مشكور وتحقيق للإنجاز، ونهني جار الله بن محمد بن عقيل على فوزي مشكور بأقوى شواط القعدان. المركز الثاني، المركز الثاني وقاد هجر المرخية بمتابعة محمد بن سليمان بن عبد الله النعيم. المركز الثالث غازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جابر الثاني مع متعب بن مخلد بن خالد العتيبي. المركز الرابع، المركز الرابع هجر المرقاب بمتابعة عبد الرب بن سالم بن صالح الجربوعي. المركز الخامس، المركز الخامس قاصد لهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدي الكرام، مستمعينا الأفاضل، تابعنا المنافسة والتحدي في مسار هذا الشوط. إذن مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، هذا هو مشكور يصل إلى خط النهاية قاطعا مسافة الشوط في 7 دقائق 56 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية على الفوز بالشوط الأول الرئيسي. كما نهنئ المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، تهانينا والناموس يا برنس على هذا التألق في شوط القعدان. المركز الثاني يصل وقاد، قطع المسافة وقاد في 7 دقائق 56 ثانية، 79 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن المرخية على فوز وقاد، وتهانينا لمحمد بن سليمان، تهانينا يا ابو سليمان على هذا التضمير المميز. المركز الثالث، اللي وصل في المركز الثالث وصل غازي، قطع المسافة غازي في 7 دقائق 57 ثانية، 25 جزء من الثانية. التهاني والناموس